السلام عليكم، معكم احمد محمود من بي برو تريدر. احنا بارتنر لشركه اكويتي. اليوم هكلمكم في 4 فيديوهات عن ازاي تنجح في سوق التداول في الفوركس. اول حاجه لازم تبقى عارفها ان التداول في الفوركس زيه زي اي بزنس في الدنيا. تخيل معايا انك انت هتفتح مطعم او كافيه، اول حاجه هتفكر فيها انا قد ايه هيرجع لي الار او اي، امتى هيرجع لي راس مالي، مقدار المخاطره اللي انا هخاطرها. لازم تكون الاهداف او الارقام اللي انت هتعتمد عليها ارقام منطقيه. ما ينفعش مثلا انك تفتح المطعم ومتوقع تاني يوم ان المطعم يجيب لك قد اللي انت دفعته. نفس الموضوع في الفوركس. التداول مش مجرد لعبه بلاي ستيشن انت بتلعب بيها، لا، التداول بزنس، بل هو من اهم واخطر البزنس اللي موجوده في العالم. عشان كده يبقى اول حاجه لازم تفكر بورقه وقلم. خلينا نبدا واحده بواحده. انت بديت المشروع بتاعك، هنقول المطعم او الفوركس اكاونت. اول حاجه هتبدا تبحث عن مكان قوي انك تتعامل معاه، او بنك اكاونت قوي تتعامل معاه عشان تكون في امان. نفس الموضوع في الفوركس، اول حاجه هتبدا تبحث عن شركه قويه تقدر تكون معاها في امان وفلوسك في امان. مش مجرد ان الشركه اللي بتقدم لي اوبشنز هي احسن شركه، لا، احسن شركه باستمرار اللي فلوسك فيها بامان. بعد كده تيجي الاوبشنز، زي ما احنا لما بنفتح حساب بنكي بنروح لبنك قوي وبعد كده بنشوف ايه الاوبشنز اللي بيقدمها لنا كل بنك. نفس الموضوع كشركه اكويتي. شركه اكويتي ليها اكتر من لايسنس. شركه اكويتي بتقدر تقدم مجموعه من الخدمات اللي بتفيدك كمتداول وتقدر تعتمد عليها في التداول. انت الان فتحت الحساب، اول حاجه قبل ما تعمل اي صفقه لازم يكون عندك البيزك، الاساسيات اللي تخليك تدير الحساب بتاعك. نفس الموضوع قبل ما تفتح المطعم لازم يكون عندك الاساسيات، عارف ازاي المطعم ده هيشتغل. حتى لو انت ما كنتش هتديره لازم تكون فاهم عشان ما حدش يضحك عليك او ما تلاقيش نفسك بتخسر خسائر فادحه. نفس الموضوع في حساب التداول، لازم تكون فاهم البيزك، البيب يعني ايه، لونج يعني ايه، شورت يعني ايه، منصه التداول، كل الامور دي. وبعد كده قرر هل انت اللي هتدير الحساب بنفسك او هتخلي حد تاني يديره. من خلال اكويتي وبي برو تريدر في دروس بتقدر تتعلمها ممكن تخليك بعد فتره قادر تدير حسابك بشكل احترافي بنفسك، او انك انت لو هتتعامل مع حد يدير لك المطعم او يدير لك الحساب الخاص بيك لازم تبقى انت عارف ازاي تختاره، ازاي يبقى عندك تراك ريكورد. ودي احد الفوائد اللي بتتقدم مستقبلا في موضوع الكوبي تريد، وازاي تبقى انت فاهم موضوع الاستاتستكس والاحصائيات اللي تثبت لك ان المتداول ده او المدير ده مدير ناجح او لا. طيب بعد ما فتحت المطعم في امور عندنا مهمه، ان زي ما قلت في الاول ان لازم تكون اهدافك رياليستك. حاجتين لازم تكون مقتنع بيهم، ان لازم تكون متقبل الخسائر لان جزء من اي بزنس في الدنيا فيه خساره. المهم انت ازاي بتتعامل مع الخساره دي ومقدار الخساره اللي انت تقدر تستحملها. انت لما تكون اهدافك رياليستك او منطقيه انك توصل لها برضو هتكون الخسائر اللي ممكن تواجهها منطقيه. فمثلا لو انت بتحقق شهريا 2% بس، 2% يعني انت اخر السنه هتعمل تقريبا 25%. يعني لما انا هعمل 2% ده معناه ان انا مش هخاطر من حسابي اكتر من ربع او نص في المية، فبالنسبه لي الرقم ده مقبول. انا عشان اقدر اوصل للرقم ده ان ممكن اوصل له بطرق سهله في التداول، زائد ان انا لما اوصل للرقم ده معناه ان انا خلال 3 سنين هكون رجعت راس مالي. فتخيل انك فتح مطعم وبعد 3 سنين رجعت راس مالك، وبعد 5 سنين تلاقي نفسك عملت دبل او 3 أضعاف راس مالك. فبالتالي تقدر بعد كده تتوسع وتكبر البيزنس بتاعك زي اللي انت بتعمله في مطعم، لما بيعملوا فرع الاول بعدها بيعملوا فرعين 3 4. نفس الموضوع بعد ما انت بتنجح بعد كام سنه في التداول بتقدر تكبر البيزنس بتاعك، ويبقى تقدر تزود الكاش اللي يكون عندك، ويبقى الكاش ده احد وسائل الدخل اللي بالنسبه لك تقدر تحققها.